بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بقول للناس، يعني قناتي بتتعرض لهجوم شديد جدا، قناتي بلاغات ديسلايك كتير جدا، بيحاربوني مش عارف ليه. يعني أنا بقول الحق، يعني الحمد لله رب العالمين، أزعم ذلك وأتمنى يعني وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون على الحق، ولكن ما علينا. يعني بقدر الإمكان أنا برد، عارف إن صوتي مش عالي، عارف ان قناتي مش يعني قناتي بأي فيديو بيشوفه مثلا 70 واحد 100 واحد بكتير قوي، والله اعلم بقى بيشوفوه كله ولا بيشوفوش كله، الله اعلم. لكن على الاقل يعني نبرئ الذمه الى الله تبارك وتعالى، او من زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر بنخلص ضميرنا. اول حاجه انا بقول لكم دايما ابدا الجاهل بيفضح نفسه. انا هرد على الاستاذ محمد المصري بكل هدوء، ومش هغلط زي ما هو عمال يغلط ودول الدجالين مش الدجالين الكلام الفارغ اللي هو بيقوله. يعني احنا عايزين نرد رد علمي لو كان هو عنده علم. وانا قلت له قبل كده يا ريت انك تتعلم عشان تخش في مجال مش مجالك، انت هتتفضح وفضيحتك هتبقى بجلاجل. يعني لان يعني واضح جدا جدا يعني جهلك في مساله العلم الشرعي، فيعني انت تقبع تحت خط الفقر في العلم الشرعي. انا مش عايز اخلي الموضوع شخصي بيني وبين الاستاذ محمد اطلاقا، يعني لكن انا اعلم ان هو جاهل من كلامه طبعا ومن طرحه، جاهل جدا جدا يعني. لكن في نقطه تانية مهمه جدا يا ريت ان هو ياخد باله منها. هو دايما ابدا ينبه على مساله الوعي ونشر الوعي بين الشعوب عموما والشعب المصري خاصه. وانا ما ارى انه هو ضحيه لتغييب، يعني ضحيه لتغييب الوعي عنده. هناك من الناس اللي هم بيغيبوا وعيه، لكن للاسف الشديد يعني انت لما يبقى يتغيب وعيك السياسي او وعيك المجتمعي او الى اخره، ممكن نلاقي له علاج. يعني تاثيره مش زي تاثير انك تغيب دينيا، ودي مشكله كبيره جدا، لان الانسان ليس له الا دينه في النهايه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وينجو في الدنيا والآخرة، لأن المنجاة هو الدين وأن نموت على عقيدة صحيحة. فأنا شايف أن الأستاذ محمد مغيب دينيا، وأنا بقول له يعني يا ريت أنت تحاول أنك أنت تشوف يعني تشوف حد يعني يخلي عندك وعي ديني كويس، اتعلم، حاول أنك تتعب شوية وتجتهد، حاول تروح لشيخ. يعني سيبك بقى من السلف مش السلف الكلام ده كله، لا انت عارف مصطلح سلف يعني ايه، ولا انت عارف انه يعني مش عارف حاجه خالص في اي حاجه. كل الحكايه انك انت بتسمع شويه ناس، يعني انت وامثالك من مخلفات محمد شحرور، مخلفات اسلام بحيري، مخلفات ابو حملات، ابراهيم عيسى، من مخلفات يعني عدنان ابراهيم، من مخلفات ناس كتير جدا جدا، والذين انت من مخلفاتهم هم ايضا، انا بتكلم مخلفاتهم فكريا طبعا يعني، واخد بالك؟ مش الكلام واضح يعني. وهم ايضا هم مخلفات المستشرقين، اعداء الدين اللي هم مش مسلمين. يعني هؤلاء اللي انت بتاخد عنهم وفكرهم ده اساسا كل ده منقول من ناس مش مسلمين اصلا. يعني يا ريت ان هم اصحاب هذا الفكر او اصحاب هذه الشبهات التي يطرحونها، وهي ليست بشبهات، مردود عليها كتير جدا، ولو دخلت النت تبحث يعني مقتوله بحسن من زمان قوي مش من دلوقتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان اوريك بس انت واللي عامل الفيديو اللي انت عرضته على حياه البخاري، وان هو 600,000 حديث، وبتقول يعني 600,000 حديث ازاي في 16 سنه، ويصلوا ركعتين لكل حديث يكتبوا او ينقح. انت قلت ازاي ينقح 600,000 حديث في 16 سنة. أولا الأستاذ محمد يعني هيتجنن، يعني هو ليه الناس دي يعني هتتجنن من البخاري وهتتجنن من السلفيين؟ وأنا هنا لما بقول السلفيين أنا لا أقصد جماعة أو فرقة أو إلى آخره، أنا أقصد منهج والسلفيين الحق، مش أشباه السلفيين. في كل مرة أنا بأكد على الكلام ده. طبعا هو لا يفرق، يعني هو كله يعني زي ما بيقولوا يعني كله عنده واحد، اخواني كله ما لا يفرق، لانه لا يستطيع التفريق لانه يجهل هذا. يعني هو ليس عنده العلم اللي يستطيع ان يفرق ما بين السلفي وغير السلفي ومنهج السلف ايه
والوهابيين دول ايه او الوهابي ده ايه ما يعرفش حاجه. كل الحكايه هو يعني حافظ مش فاهم يعني، بس يردد كلام الاخرين هو مش باحث، وده اكبر دليل ان هو بس بياخد وكانه يعني جاب الديب من ديله وكانه اتى بما لم ياتي به الاوائله، فيبتدي يستشهد بناس اصلا هم نفسهم عندهم تغييب للوعي الديني عندهم. يعني أنا طبعا انا ما اعرفش اللي عمل الفيديو ده مسلم ولا ايه قصته، انا ما اعرفوش، بس يعني الغريب جدا ان ما تلاقيش غير المسلمين اللي هم يعني واخد بالك زي الليبراليين الناس اللي هم اليسار المتطرف دول هم اللي عندهم حميه شديده جدا في الهجوم على الاسلام. والغريب جدا كمان بيتكلم على مساله ان الدين مستورد، يعني السلفيين يعني الناس اللي في مصر، ويقول لك امات جلاليب، الجلابيه دي شرف، الجلابيه دي تراثنا، دي تراث، اما اللي انت بتلبسه ده مش تراثك. هات لي فرعوني زي ما انت بتقول كان لابس بنطلون وقميص. انا طبعا مش بتكلم في اللباس، اللباس ده عادي جدا من المباحات يعني، فاهم؟ ده مش موضوعي يعني، بس عشان ما نتفرعش. لكن عموما يعني حاول انك انت لما تنتقد ناس انتقدهم بادب شويه، انتقدهم يعني بالفاظ، يعني اطرح طرحك عادي جدا جدا، وزي ما انت بتقول ناقشوني الناس هتناقشك، لكن بلاش يعني الاستفزاز والكلام ده، لان احنا برضو يعني عندنا السنه ممكن يعني نجلدك بيها ونوجعك قوي وكده يعني، فاهم ازاي؟ بس ده مش اسلوبنا يعني ان شاء الله. عموما انت بتقول السلفيين استوردوا السلفيه من السعوديه واستوردوا مش عارفين من السعوديه وعلى اساس ان هو ده الدين. طيب انا عايز اسالك سؤال، انت خدت الدين منين؟ يعني دينك الاسلام ده انت خدته منين؟ المصريين كلهم خدوه منين؟ وكل العالم الاسلامي خده منين؟ مش خده من السعوديه؟ والعالم الاسلامي كله اللي دخل في الاسلام اخذ هذا الدين من السعوديه، واخد بالك ازاي؟ فانت خدته منين؟ يعني عشان انت تقول علينا احنا خدنا الوهابيه وخدنا السلفيه من السعوديه، دي حاجه يعني، اذا كان بقى النبي عليه الصلاه والسلام بعث في مصر قول لنا، اذا كان يعني الدين الاسلامي نزل لكم من السماء واخد بالك في مصر كده او في اي بلد في الدنيا الا يعني مكه والمدينه، الاسلام نزل في مكه والمدينه، الوحي نزل في مكه والمدينه، واخد بالك ازاي؟ اي حد حول مكه والمدينه خد الاسلام منين؟ من مهبط الوحي. هذه واحده. اما مساله الفيديو بتتسجل بيه وان البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ازاي نقح 600 الف حديث في 16 سنه، طبعا ده جهل البخاري اولا، عشان انا بس اوريكم يا اخوانا يعني هم جهلهم فاضح ازاي. البخاري اصلا يحفظ 600 الف حديث، هذا الكتاب يحتوي على 6000 حديث فقط بالمكرر. يعني الامام البخاري رحمه الله كتابه صنفه على اساس كتاب حديثي وفقهي، فكان ممكن فالحديث ممكن حديث واحد يستشهد به في اكثر من موضع فقهي، فلما تجمع صحيح البخاري كله لما تجمعه هتلاقيه 6000 حديث بالمكرر. طيب لو شلنا المكرر يعني الحديث هنحسبه هو لوحده في باب مثلا الطهاره في باب كذا كذا كذا، لا يعني انت فاهم ولا اقول تاني؟ طيب فاهمه، مثلا ممكن حديث واحد الحديث ده يستشهد بهذا الحديث او كدليل له في اكثر من موضوع، في اكثر باب الطهاره باب الجهاد باب الزكاه باب الطلاق باب مش عارف ايه الابواب اللي هي الفقهيه، لاني اصلا يعني هذا كتاب مصنف كتاب فقهي حديثي خلاص. لو شلنا المكرر هتلاقيهم 3000 حديث، يعني يزيد شويه يعني 3000 يعني حاجات بسيطه يعني، انا الرقم بالتحديد ده يحضرني يعني. فلما تيجي تشوف 3000 حديث في 16 سنه، هو ده الحديث اللي هو على شرط البخاري، اللي على شرط البخاري في 600000 حديث انت بتتكلم عنه كان يحفظهم، ومش كلهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث مثلا مرفوعه، احاديث موقوفه، احاديث منقطعه، احاديث مرسله. طبعا انت مش هتفهم الكلام اللي انا بقوله، عايز بقى تروح سنه اولى ابتدائي في علم الحديث عشان تفهم بقى
ايه الفرق ما بين المرفوع والموقوف والمنقطع والمرسل كده يعني، والضعيف والى اخر هذا الكلام. طبعا يا اخوانا المرفوع هو الصحيح فقط، اما الموقوف والمنقطع والمرسل، واخد بالك ازاي، كل ده من انواع الحديث الضعيف عموما يعني. فهو يحفظ كل كلام حتى لاي حد من التابعين او الصحابه، كل اسمه حديث يعني كلام يعني، فاهم؟ فالبخاري جمع للنبي صلى الله عليه وسلم 3000 حديث في صحيحه. اذا 600,000 حديث اللي انتوا بنيتوا عليها فكرة. ما هو انت لما يكون الاساس غلط، واخد بالك ازاي، المقدمات غلط، لازم النتيجه تطلع غلط. وعملت هاله كبيره جدا، 600,000 حديث 16 سنه، ازاي يبقى 15 دقيقه او 5 دقائق للحديث؟ وده مش ممكن، ما بينامش، ما بياكلش، ما بيشربش، مش عارف ايه كده، فاهم ازاي؟ وعشان يقعد 24 ساعه ما ينامش، 16 سنه ما ينامش، الكلام ده انا مش بقول لك، جهل، جهلكم جهل فاضح. هي دي المساله. فلو انت باحث، هو انت المشكله مش فاهم ليه، لانك انت ناقل حافظ بس مش فاهم، انت بتسمعهم وتحفظهم تيجي تقولهم للناس، للاسف شديد جدا يعني. فانا عايز اقول لك البخاري 3000 حديث ويزيد قليلا اللي هو صحيح البخاري، فطبيعي جدا الراجل يصلي ركعتين وراجل تقي. ثانيا، حديث اصل الامام البخاري ليس هو قائل هذا الكلام، وانما كتابه هو اصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، لأن صحيح البخاري وضع شروطا صعبة جدا جدا لقبول الحديث، كونه بقى أنه عربي أو مش عربي. أنا طبعا هو أصلا أصوله عربية، وسكن أوزبكستان طبعا في الفتوحات وكده، وأنا كنت عملت فيديو على هذه المسألة، وأنا أضع لك الرابط ترجع له تسمعه، واخد بالك إزاي؟ اللي أنا عايز أقوله لك عشان ما أطولش، يا ريت طبعا الحلقة بتاعتك يعني مليئة بالمغالطات والتدليس، وهو يعني مش عارف يعني، انت بتحاول تغيب وعي، انت مغيب دينيا، انت بتحاول تغيب برضو وعي الناس دينيا، يعني غريبه جدا يعني. انت بتحذر نشر الوعي وكذا، وبلاش تغيب الناس، طب انت مغيب، انت مغيب. هذا هو يعني، انا ما ردت قوله، ان شاء الله برد عليه في حلقات اخرى على اشياء اخرى في الحلقه. فانا كلمه اخيره عايز اقولها للاستاذ محمد، ومن على شاكلته، أنتم تحفرون في الماء، صدقني مهما تعملوا الإسلام قوي، فكل يعني حيالكم وكل كلامكم ده وحرصكم الشديد وتفانيكم في تغييب الناس دينيا، يعني أنتم مغيبينهم وبتحاولوا دلوقتي تغيبوا الناس دينيا، لكن لا، السلفيين بالمعنى الشرعي اللي هم بيتبعوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هؤلاء أقوياء جدا، فكرهم قوي جدا، لا يزحزحهم ترهاتكم، أو يعني أنا والله مشفق عليكم والله، يعني أنا طبعا أعذركم بجهلكم، وأنا محسن الظن فيكم، وقول أنتم جهلة بس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق وأهله، ودائما أبدا الرجال يعرفون بالحق. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.